طب احكي لي قصة بقى. انت عارف، انا عارف ان انت حبيب مورينو جدا، بيحبك هو جدا. ايه بقى القصة دي يعني؟ ليه العلاقة بينك ومورينو قوية كده يعني، او بيحبك كده ليه يعني؟ غريبة، قليل اوي لما تبقى في علاقة بتستمر يعني فترة طويلة كده. لا، كان الاول مع مورينو كان في مشاكل في البدايه، في كان البداية مشاكل جامده جدا. كان ساعتها المدرب بتاعي يوب هانكس، بعدين يوب هانكس مشي في نص الموسم. ساعتها النادي ما فيش مدرب، وانا ساعتها كنت الحمد لله كنت انا رقم واحد هناك في البرتغال. كان الناس يعني من الناس الايه رقم واحد في الفرقه يعني. راح لويس فيجا اللي كلم رئيس النادي ان يعني ممكن مورينيو يبقى يمسك الفرقه. كان ساعتها هو مترجم لبرشلونه لفانجال. راح فانجال راح مكلم رئيس النادي بنفيكا، قال لهم ممكن مورينو. مورينيو يمسك. وفعلا جه مورينيو مسك الفرقه اول مره يمسك كمدير فني. بس اول ما مسك الفرقه، انا ساعتها كنت بقول لك انا احسن لاعب هناك، والناس كلها اصلا صبري، كنت بعمل كل حاجه في الملعب يعني. عمل انترفيو وهو على طول مؤتمر صحفي، قال لهم انا شفت الفرقه، في لعيب مميز ولعيبه كبيره وصبري، لعيبه، بس انا لازم اكون احسن لعيب في فرقتي هو لعيب يكون برتغالي. ابتدت فيه حساسيه بدل في شويه. حساسية عنصرية شوية اول يعني. تمرين غير اول تمرينه معاه غير طريقه اللعب بتاعتي. راح قعد معايا كده قال لي انت مش هتلعب حر، انت هتلعب على الخط. كان بوبروسكي بتاع تشيك هو اللي ايه هيبتدي يتحرك، هيديله حريه اكتر. بس كلمته قلت له ازاي، ما هو بوبروسكي بيحب يجري. قلت له انا شغال كويس فيها. قال لي لا، بس احنا نبتدي كده وهنشوف يعني. حسيت ان هو عايز ايه يبعدني شويه، وفعلا قعد في التمرينتين كده. بعدين لقيت الامور صعبه معايا شويه، بس قعدنا ايه شدينا مع بعض وكلمت مع رئيس النادي. وبعدين قلت لا انا مش هكمل. وساعتها قلت بقى انا همشي اروح اشوف نادي تاني. وجالي عرض ورحت فولهام يعني. قعدت شويه هناك حوالي شهر كده، خلاص انا راح فولهام. بعدين نادي الجماهير بقى عاملين ثوره جامده جدا في النادي، صبري لازم يبقى موجود، لازم صبري يرجع سلق تاني على ازاي. رحت راجع النادي، ابتدت العلاقه ايه تبقى تبقى بتحسن أحسن شويه مع شوية. مورينيو وبتاع. وقعدنا بقى ايه سوء تفاهم، بعد كده ابتدينا بقى ايه نرجع تاني. بدل بعدين قعد شويه وبعد كده مورينيو راح بورتو. بس انا ايه حبيت إيه مدرب كبير قوي، مدرب يعني ليه اسلوبه طبعا والطريقه طبعا. بتاعته، كنت مبسوط جدا. هو يعني هو مدرب فعلا عبقري. بس بقينا بقى على طول كونتاكت معاه، وحتى كمان لما كان راح بورتو انا كنت على طول موجود معاه. خلاص ابتدى العلاقه ان بقى احنا مع بعض كتير. بعد كده هو راح بقى ابتدى يتنقل بقى في ايه نعم، الانديه في في حتة اوروبا. تانية بقى وكده. بس على طول علاقه بس ان انا لغاية دلوقتي في لغايه دلوقتي علاقة بكلم. كنت كده. راح معاه روما برضو في اوقات، بس طبعا حته الشهاده اللي طبعا ما أوروبا اوروبا دي مختلف. غير مختلفه غير افريقيا خالص، عشان كده فرقت معايا شويه. الله ستر يعني. انت ما خدتش حقك بصراحة والله بجد يعني. بالزمن اللي احنا فيه ده دلوقتي، لو في السوشيال ميديا دي ولو في القنوات الكتيرة دي، انت كان زمانك يعني محدش عارف يكلمك. لا لا مش الدرجة ليه يعني. لا لا حبيبي يا ستر. طيب رقم تاني.